برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا ذكرى 3 يوليو ذكرى مجيدة لكل المصريين. الحقيقة طبعا يمكن قد إيه العشر سنوات الماضت شهدت نهضة كبيرة جدا، وشايفين طبعا تطوير كبير في شتى مناحي الحياة. الحقيقة مصر انطلقت بقوة نحو الجمهورية الجديدة، نحن بنبني الدولة الجديدة بسواعد المصريين، والحقيقة يعود الفضل لسيد الرئيس السيسي. وبالطبع نعود بالذكرى لعشر سنوات مرت على ذكرى بيان 3 يوليو حينما انتزع المصريون الإخوان، وبالطبع انتصرت إرادة الشعب في هذه الفترة تحديدا. ومنذ هذا التاريخ وبدأت مصر في نهضتها وانطلقت نحو التنمية في كل المجالات. برحب بضيفي الكريم اللي شرفنا النهارده الاستاذ حمدي حنظل مدير تحرير الجمهوريه. استاذ حمدي كل سنه وانت طيب. اهلا بكل الساده المشاهدين وكل سنه وكل المشاهدين بكل خير ان شاء الله. كل سنه وحضرتك بخير. يمكن لو رجعنا بالتاريخ يا استاذ حمدي يمكن نفتكر حتى القعده بتاعتنا دي في من 10 سنين فاتوا. يعود الزمن ل 2013 3 يوليو 2013. الحقيقة كانت فترة عصيبة جدا على المصريين طوال عام 2012 لحد بيان 3 يوليو 2013. كان المصريين يمكن ابتدوا يحسوا ان هم الدولة بتنتزع منهم، مصر بتنتزع منهم بأيدي الجماعة الآثمة، الجماعة الإرهابية اللي يمكن كان بتحاول بشتى الطرق الممكنة ان هي تغير الهوية المصرية، تغير في الثقافة المصرية، تغير كل شيء في مناحي الحياة. خلينا نتكلم على الفترة دي ونعود بعد كده طبعا لانطلاقة مصر الكبيرة خلال العشر سنوات الماضية. يعني الحقيقة احنا يعني شفنا قبل 2011 جماعات دينية بتتكلم، او جماعة الجماعة الإرهابية او جماعة الإخوان المسلمين كانت بترفع شعار ديني، وهذا الشعار اجتذب ناس كتير جدا وراه ان فعلا الاسلام هو الحل والى اخره. لما حصل ان هم يعني سعوا للسلطه بشكل مجنون ودخلوا في الانتخابات الرئاسيه وفازوا في الانتخابات الرئاسيه بشكل او باخر، المهم انه تولوا مسؤوليه الحكم لسنه كامله او سنه وثلاث ايام. يعني خلال هذه الفتره الناس عرفت الفرق الشاسع بين الشعار وبين الممارسة، بين ما يقال وبين الحقيقة، بين ناس بتدي منظر معين وبين حقيقة ما يمارسونه وما يعني يفعلونه مع الناس. مع في عندما يتولوا، انت حضرتك عايز تعرف اي بني ادم اديله مسؤولية او اديله يعني سلطة وقول له شوف هيمارسها ازاي. مظبوط. هو هيبقى في الحالة دي هيبان معدنه كويس قوي. بان او ظهر للشعب المصري حقيقة ومعدن جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإرهابية. طيب. بالفعل اسمح لي كده يا أستاذ حمدي بس عشان معانا لايف من محور كمال عامر، ونقول نستكمل طبعا كلام حضرتك عشان نطلع قبل موجز الأخبار نلحق زميل علي فتحي متواجد الآن على محور كمال عامر اللي بيعد طبعا أحد المحاور الرئيسية واحد المشروعات القومية الضخمة اللي قامت بيها مصر بمحافظة الجيزة تحديدا، باعتبار أول شريان مروري حر بيربط ما بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة الوصل بتربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المراحل والمداخل بيمتد طول الدائري من المنيب جنوبا الى الوراق شمالا حتى رود الفرج بمحور تحيا مصر بطول حوالي 15 كيلومتر وعرض 33 الى 65.5 متر، مما يساهم بشكل كبير جدا في تحسين حركه المرور. علي كل سنه وانت طيب وبرحب بيك، واطلعنا طبعا على الجديد لديك حول محور الفريق كمال عامر. صباح الخير يا عمرو، وصباح الخير على السادة مشاهدي النيل الأخبار، كل سنة وانت طيب، عيد سعيد علينا جميعا بإذن الله. بالفعل متواجدون على محور الفريق كمال عامر هنا، وتحديدا من منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة. كما ذكرت في المقدمة، محور يعد أول محور حر يربط شمال وجنوب الجيزة، محور يعني الكثير كان ينتظره، أحد الإنجازات العملاقة التي ساعدت وساهمت
ساهمت في تقليل الكثافة المرورية وأيضا يعني رفع كفاءة البنية التحتية للطرق في مصر. معي لمزيد من المتابعة كي يطلعنا على يعني المشروع وآلية تنفيذه وأيضا اختصار المدة الزمنية من 5 سنوات، هي مدة المشروع، إلى 2 سنين فقط. مهندس محمود منصور المشرف العام على المشروع. باشمهندس محمود، برحب بحضرتك على شاشة قناة النيل الأخبار. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبين وصباح الخير وعيد سعيد علينا كلنا وأيام حلوة علينا كلنا إن شاء الله. احنا دلوقتي حاليا فوق محور الفريق كمال عامر، بالتحديد منطقة جامعة الدول العربية. محور الفريق كمال عامر طبعا سيادتك من أصعب الإنجازات اللي تمت في محافظة الجيزة من خلال وزارة الإسكان، متمثلة في الجهاز التنفيذي مشروعات تعمير القاهرة الكبرى، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه تم الانتهاء من المشروع، وجاري حاليا من شهر مارس المرحلة التجريبية للتشغيل التجريبي للسيارات، والحمد لله ربنا موفقنا. سيادتك المشروع بيربط من جنوب الجيزة، من محور المنيب جنوبا لمحور الوراق شمالا، بطول حوالي 15 كيلو متر، شامل مطالع ومنازل. سيادتك المشروع 4 حارات في كل اتجاه، في منطقة منها حوالي 3 كيلو مستويين تجنبا لأعمال نزع ملكية. المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى تم عمل فيه جميع المرافق اللي موجودة في المشروع اللي تمت أثناء المشروع كلها بالكامل، تم تحديثها وإحلالها. جميع طرق عملنا تحديث لشبكة الطرق بالكامل، تحديث شبكة المرافق، صرف مية، كهرباء، تليفونات، 220. سيادتك المشروع، عشان يعني سيادتك تتصور المشروع يعني بالظبط كده، مشروع تم فيه العمل من خلال 50,000 مهني، مهندس حرفي، عامل، براد، لحام، سواق، ده غير العمالة الغير مباشرة من خلال الشركات. تم العمل في المشروع حوالي 9 قطاعات في آن واحد، 9 شركات كان شغالة في المشروع، بطول 15 كيلو شاملة المطالع والمنازل. حضرتك المشروع بنربط من المنيب، بنخدم على منطقة الحسينية ومنطقة المنيب وخاتم المرسلين، حوالي 3 مداخل و3 مخارج من منطقة المنيب حتى شارع الهرم. بنمر بشارع الهرم في منزل إن شاء الله بإذن الله شغالين فيه دلوقتي حاليا، هينزل على شارع السودان عشان يخدم على منطقة جامعة القاهرة وثروت ويرجع تاني للمحور. في سيادتك منزل ومطلع اللي احنا واقفين حاليا عندهم جامعة الدول العربية، وفي منزل على أرض اللواء قدام شوية كده عند أرض اللواء، وعندنا سيادتك مطلع ومنزل من محور 26 يوليو بيخدم اللي جاي من ميدان سفنكس. وربطنا سيادتك ونسقنا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الربط مع المحور أحمد عرابي الجديد، ونسقنا مع مترو الأنفاق ومن منطقة قبل جامعة الدول العربية بحوالي 2 كيلو، ونسقنا مع وزارة النقل في مثلث بشتيل، محطة بشتيل الجديدة، وتنفذ لوبتين يعني عبارة عن مدخلين ومخرج على محور فريق كمال عامر في منطقة بشتيل. بنربط على محور الوراق ب4 مداخل ومخارج من اللي قادم من مصر الجديدة واللي جاي من اكتوبر، اللي نازل رايح على بشتيل واللي جاي من بشتيل ورايح على 6 اكتوبر. المشروع سيادتك بالكامل تم تنفيذه من خلال الشركات المصرية، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفقنا، لان المشروع دوت يعتبر من اصعب المشروعات اللي تم تنفيذها من خلال وزاره الاسكان، متمثله في الجهاز المركزي للتعمير، وزاره الاسكان جهاز تنفيذي مشروعات تعمير الكبرى بما له من خبره بفضل الله سبحانه وتعالى، وسواعد من التعمير عندهم خبره جميله جدا، ونفذنا مشروعات كتير جدا في جهاز تعمير الكهرباء الكبرى، منهم الطريق الدايري، محور صفت اللبن، محور ماروتية، مشروعات كبيرة جدا وعملاقة. وطبعا المحور بالكامل تم تنفيذه والانتهاء منه، وجاري حاليا أعمال التشغيل التجريبي. اتشرف المحور بفضل الله سبحانه وتعالى بزيارة الرئيس اتشرف المحور بفضل الله سبحانه وتعالى. تم الإنجاز بالكامل وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفقنا، وبنتشرف
شكرا يا باشمهندس. يعني عمرو كما تابعت معي كان هذا حديثي مع المهندس محمود منصور المشرف العام على مشروع محور الفريق كمال عامر. اطلعنا على يعني كيفيه انجاز المشروع في زمن قياسي وحجم التشغيل وحجم الانجازات التي تمت في المشروع، وايضا رفع كفاءه وتحديث كافه البنى التحتيه المنوط بها يعني اعمال المشروع. وايضا نحن الان في البث التجريبي او مرحله التشغيل التجريبي للمحور، ولكن المحور يخدم يعني قطاعات كبيره ويربط القاهره بمحافظه الجيزه، مرورا بمحور رود الفرج وايضا حتى محور تحيا مصر، كي يعني يختصر وقت كبير من الفتره الزمنيه وتقليل الكثافات المروريه في محافظتي القاهره والجيزه. اليك عمرو. شكرا جزيلا لزميلي علي فتحي المتواجد الان على محور المحور الفريق كمال عامر. شكرا جزيلا لك علي على كم المعلومات، وشكرا موصول لضيفك الكريم، وكل عام وانتم بخير. اروح لزميلتي نجلاء الجعفري وموجز اخبار جديد، واعود من بعده لاستكمال حوار. صباح اليك عمرو. شكرا لك نجلاء على هذه الوقفه الاخباريه. اهلا بكم من جديد، وجد ترحيبي مره اخرى بضيفنا الكريم استاذ حمدي حنظل مدير تحرير جريده الجمهوريه. مشرفنا استاذ حمدي. قطعنا كلام حضرتك بس مع اللايف كده بس لا طبعا نربط الماضي بالحاضر زي ما بيقولوا، يعني نشوف القديم والجديد يعني. لا وطبعا حكايه المحاور دي يعني اللي عايز يعرف قيمه المحاور دي كويس الصعيد. يعني انت الدوله بتعمل 8 محاور في الصعيد تربط شرق النيل بغرب النيل بامتداد يعني 8 كيلو و10 كيلو و12 كيلو. كانت معديات زمان وكان زمان اه طبعا كان زمان بنحلم ان نعمل مثلا كوبري يربط مثلا شطري المدينه مثلا في سوهاج بين على النيل او في اسيوط او في النهارده انت بتعمل فعلا عمل واحد. يعني انت بتعمل طريق واحد او محور واحد. الناس مفكرين كلمه محور دي يعني انت شغال على ارض ممهده وطالع بتجري، لا ده انت بتعمل اعمال صناعيه، بتعمل كباري، بتعمل انفاق، بتعمل طول ما انت لا يعني تربط شرق النيل بغرب النيل يعني. اه طبعا يعني. وبعدين ده بقى بيعمل كمان ايه، مش بس بيعمل طريق، لا ده بيعمل نهضه حضاره جديده على بامتداد هذا الطريق. كل المساحات على يمين هذا المحور وعلى شمال هذا المحور بتبقى كلها اما ان هي تنعمل زراعه عشان تكمل الامن الغذائي بتاعك، او بتعمل مناطق للعمران الجديد. يعني المتر كان مثلا في اسيوط بلغ مبالغ خرافيه في اسيوط القديمه، لما عملت اسيوط الجديده بدات المساله تقل، بدات تكلفه المتر يقل في اسيوط القديمه وبدا الناس يلاقوا تنفس. المنيا الجديده، بني سويف الجديده، كل هذه المدن كل محافظه لها ظهيره دلوقتي، لها ظهير مش بقاش اسمه ظهير صحراوي دلوقتي. انت عندك الحمد لله مخططات ماشيه على امتداد مصر كلها طولا وعرضا، سواء كان استصلاح زراعي تشغل في اكثر من 3.5 مليون فدان، هدفك توصل لاكثر من 3.5 مليون فدان. عندك في توشكا شغال، في الفرافره شغال، في شمال سيناء شغال، في الدلتا الجديده انت بتتكلم على 2.2 مليون فدان شغال فيهم في منطقه الدلتا الجديده بامتداد رهيب. انت بتتكلم على دوله جديده بتنعمل. لما نرجع بقى لفتره ما كان قبل كده، انت كنت بتتكلم على هي سنه كانت يعني البعض سماها سنه كارثيه، وانا يعني متوافق تماما مع هذا او مع هذه التسميه. كانت كارثيه بكل معنى الكلمه. ما كانتش ناس يعني مش دوله بتنحكم من خلال رئيس، لا دي كانت جماعه سطت على الدوله وسطت على يعني امال الشعب في يناير، وخلت وعملت لنفسها دوله. بقت دوله الجماعه، مش دوله مصر، بقت دوله الجماعه. الجماعه هدفها ان هي تتغلغل في اوساط الحكم. وشفنا عمليه محاوله اخوانا حتى، وحاولوا طبعا يخشوا في القضاء الشرطه، حتى الجيش ما سابوش في حاله، وشفنا الجيش المصري بالعقيده الشريفه بتاعته والاعلام ده الامرين يعني الاعلام احنا حدث ولا حرج. عانينا كثيرا من الـ من الـ من الـ من الاخوانه، وشفنا حملات ارهاب رهيبه جدا. طبعا زملائنا اللي شغالين في مدينه الانتاج الاعلامي شافوا قد ايه حجم الارهاب اللي كان بيمارس ضدهم، وكتائب من الاخوان كانت بتحاصر هؤلاء الاخوه، وكانوا عشان يملوا ارادتهم على
الإعلام المصري، ولكن خلينا نقول فعلا إن الإعلام المصري خلال فترة حكم الإخوان أثبت أنه إعلام وطني. الجيش المصري أثبت خلال فترة الإخوان وما بعدها أن عقيدته عقيدة شريفة، عقيدة تنتمي إلى الشعب المصري، وإنه عمره ما رفع سلاح في وش الشعب المصري، وده اللي قاله الفريق عبد الفتاح السيسي لما كان وزير دفاع، ولما قالوا لمرسي لمحمد مرسي قال له ان الشعب ان الجيش مش هيقف ضد الشعب ولن يصوب عسكري واحد بندقيته في صوبة اي مواطن مصري، مش هيحصل. وبالتالي انت بتتكلم على جيش هو من صميم هذا الشعب مش منفصل عنه. في 30 يونيو الشعب خلاص زهق من الاخوان، زهق من عملية الاستئصال بالسلطة، زهق من عملية التهميش اللي كانت بتمارس ضد كل القوى الأخرى، من اللي سمعنا فهو ضدنا، زهق من عملية الإقصاء، إن كل إن الجماعة هي صاحبة، إن الإخوان هم مكتب الإرشاد هو اللي بيدير البلد، وإن من يجلس على مقعد الرئاسة هو مجرد برفان فقط ينفذ إرادة مكتب الإرشاد. أنت بتتكلم على شفنا بقى، شفنا الكلام اعلان الجهاد ما اعرفش فين، ده احنا هنعمل ايه، احنا هنسوي، وشفنا كيف يعني اعطت الجماعه الارهابيه للارهاب الدولي مكانا في سيناء، وحاولوا ان هم يعملوا من سيناء دوله اطلقوا عليها بالخطا دوله اسلاميه، هي لم تكن دوله داعشيه ارهابيه، كانوا بيحاولوا ان هم يجعلوا منها بؤره ارهاب، وبيحاولوا ان هم يقتطعوها فيما بعد، وده كان جزء من مخطط متفق عليه ان هي تقتطع فيما بعد بعيدا عن الدوله المصريه. حصل في 30 يونيو ان الدوله المصريه عادت مره ثانيه الى الشعب، الجيش انحاز للشعب، جه بيان جه في 3 يونيو زي النهارده من 2013 قدر الناس، شافت الناس حياة جديدة، شافوا مصر جديدة، شافوا وزير الدفاع معاه شيخ الأزهر ومعاه البابا تواضروس، شافوا ممثلين عن الشعب يعني الدكتور البلدعي وغيره ورموز وطنية موجودة، شافوا يعني هذا الالتفاف الوطني حول الجيش، حول أهداف محددة، واخد بال حضرتك، تعطيل الدستور الإخواني، ان اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، خلاص الاخوان ما فيش لهم مكان، الرئيس المحكمه الدستوريه العليا يحلف اليمين قدام الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه ويصبح رئيسا للبلاد ويجري انتخابات رئاسيه مبكره عشان الشعب يقول كلمته ويختار طريقه. شفنا انه الرئيس السيسي لما تقدم للترشح ما عملش البحر طحينه للناس وقال لهم ان انا هعمل لكم اللي محدش عمله لا، هو قال علينا بالعمل والعمل والعمل ثم الصبر. وكان ضغط الشعب ساعتها استاذ حمدي تتذكر يعني. هنا حضرتك لو تذكر انه حتى كمان في وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا يعني في كتير من الاحيان بناخد عليها ان هي بتروج للكثير من الامور غير الصحيحه، الا ان هي في الوقت ده في هاشتاج سيطر على التويتر في الوقت ده، وهو انه 30 يونيو الخلاص من الاخوان، او عام او وقت انتصار الاراده لاراده الشعب، 30 يونيو انتصار لاراده الشعب المصري. هذا الهاشتاج كان يعني قد ايه مؤثر، الناس وقت البيان ما كان بينزاع بتاع 3 يونيو قد ايه الناس 3 يوليو قد ايه الناس كانت متفاعله مع هذا البيان باعتبار انه فعلا كان بيعبر عن الخلاص. طيب خلينا نربط بقى الماضي بالحاضر بقى استاذ حمدي، اتكلمنا عن طبعا يعني الفتره اللي احنا شفناها فتره كارثيه وعاصرناها كلنا وحكمنا عليها وشفناها ويعني وواجهنا بما اوتينا من قوه في الوقت ده، الحقيقه على مدار العشر سنوات شايفين اللي حصل في البلد. كانت فين واصبحت فين على كل المستويات بصراحه. ده صحيح. في النقل، في المواصلات، في حجم الرقعة الزراعية، في العاصمة الإدارية الجديدة، كل المناحي اللي بنتكلم فيها الحقيقة فيها تطوير بشكل واضح جدا. عايزين نتكلم بقى على الجزء الحضري خلال 10 سنوات. طيب نتكلم واحنا طبعا هنا في تلفزيون الدولة بنتكلم بوضوح وبأمانة وبشفافية مطلقة. اتفضل. احنا خلال هذه الفترة عايشنا تحديات
يعني مشاكل وتحديات دولية وإقليمية وداخلية ما حصلتش قبل كده على مدى تاريخ مصر كله. أنت دخلت حرب ضد الإرهاب والحمد لله نجحت وأعلنت سيناء خالية من الإرهاب، وفي نفس الوقت ما كنتش بتحارب الإرهاب بس، أنت حاربت الإرهاب ودخلت معاه بعملية تنمية شاملة في سيناء لمست التريليون جنيه، لمست الألف مليار جنيه في سيناء اللي هي كانت طول عمرها مهمشة وطول عمرها مهملة وكانت مطية لأعداء الدولة المصرية ووكر للإرهاب والإرهابيين. أنت النهاردة قدرت أنك أنت تحررها مش بس من قبضة الإرهاب ولكن بالتنمية. أنت على في كل مناحي الحياة أنت عملت تقدم رهيب جدا، ولكن خلينا اقول انك انت وانت بتواجه التحديات دي انت واجهت خلال الفتره اللي فاتت. اولا انت دخلت الدوله المصريه بعد 3 يوليو ها الخزانه الدوله المصريه كانت خزانتها فضيت، الاحتياطي النقدي خلاص شطبوا عليه الاخوان قبل ما يمشوا، الاحتياجات الناس الاساسيه من السلع ما كانتش موجودة، الحاجات اللي هي الكهرباء والبتاع وشفنا الكلام عن لما رئيس الدولة وقف وقتها وقال اصل مش عارف مين بياخد 20 جنيه عشان يقطع الكهرباء عن الناس، حدوتة كده ما كانش لها اي لازمة، انما بيحاولوا ان هم علقوا فشلهم على شماعات واهية. انت دخلت عملت تطوير موضوع الكهرباء اللي كان كل الناس بتعاني منه بامتداد مصر كلها، وطبعا لما يبقى ما عندكش كهرباء وما عندكش طاقة ما تكلمنيش عن الاستثمار، لان اي استثمار عايز ايه؟ عايز طاقة. ما كانش في طاقة ما فيش استثمار. انت كان كل حتى المنازل كان انقطاع التيار كان انقطاع مستمر، وكنا وشفنا انه تجارة المحولات الصغيرة اللي هي خمسة بتاع دي اللي هي الدينامو الصغير بتاع الكهرباء التجارة كانت رائجة جدا جدا خلال هذه الفترة. وليه؟ لانه الناس كل الكهرباء بتقطع فكل الواحد مع قرشين يقدر يجيب مكنة يجيب له محولة. انت النهاردة يعني الحمد لله رب العالمين كان 25 ألف ميجا خلال فترة ما قبل 2014، انت النهاردة دخلت عديت يعني الضعف وزدت على ده على الضعف يعني طيب نتيجة طالما اكثر من 56 او 57 طيب ألف ميجا. طالما فتحنا موضوع الطاقة ده بقى ما تعالى نشوف بقى الجديد في موضوع الطاقة المتجددة بقى. الطاقة المتجددة انت عندك دلوقتي افضل محطة طاقة شمسية على مستوى العالم. طيب هنشوف مع دكتور عادل موضوع الطاقة المتجددة ونرجع تاني مرة تاني مع حضرتك. بالبال يكون في بالبال ولا بيشرفني دكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة. دكتور عادل برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والمشاهدين جميعا بخير وسلام وصحة يا رب ان شاء الله. دكتور عادل طبعا بنتكلم مع الاستاذ حمدي يمكن فتحنا ملف الطاقة طبعا وقديه لو نتذكر على مدار السنوات العشرة اللي فاتوا طبعا من عام 2013 كده وما قبلها خلال فترة حكم الجماعة البائدة يمكن عانينا الامرين في موضوع الطاقة بالذات وكانش عندنا فكرة الطاقة المتجددة دي يمكن ما كانتش مطروحة في الخيال، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة ومحطة منبان ويمكن مصر اصبحت بتخطو خطوات واثقة جدا في مجال الطاقة المتجددة ويمكن الاعتماد عليها بشكل واضح وتصديرها كمان خلال الفترة القادمة ان شاء الله. تمام. هو اسمح لي حضرتك احنا طبعا لو بنتكلم دلوقتي بمناسبة 3 يوليو ذكرى 3 يوليو 2013 10 سنين اعتقد انه كلنا شايفين ان الوضع فيما يخص الطاقة بصفة عامة والكهرباء كشق اساسي من الطاقة وكمان الطاقة المتجددة الوضع اختلف اختلاف جوهري واساسي في الاتجاه الايجابي. اي منظومة طاقة يا فندم بتتكون من زي المثلث بتتكون من 3 أضلاع اساسية. ضلع وهو الطلب على الطاقة وهو الاستهلاك المستهلكين بكل انواعهم سواء صناعة سواء مستهلكين في المنازل او غيره. نمرة 2 المنظومة اللي بتنقل الطاقة الى المستهلك اللي هي شبكة الكهرباء بكل ما تحتويه. نمرة 3 مصادر التوليد اللي انا بربطها بالمنظومة ومن خلال المنظومة بوصلها الى نقطة الاستهلاك النهائي. يدير هذا المثلث ايضا منظومة تشغيل مهمة جدا جدا لانها فيها عنصرين مهمين. عنصر التشغيل وهو ان انا اضمن ان انا اشغل هذه المصادر باقصى كفاءة ممكنة واقل تكلفة للانتاج
حسب انا بتكلم على اني مصدر. نمره وطبعا التحكم وتظبيط الاحمال وتوزيعها على المحولات والمغذيات والموصلات وخلافه بالصوره الاكثر خلينا نقول سلامه لتشغيل الشبكه وعدم واستقرار التغذيه وعدم انقطاعها. يبقى هنا عنصر التشغيل ده عنصر اللي هو البشري. ايضا هناك ايضا عنصر الضبط والقواعد المنظمه لكيفيه التعامل ما بين اضلاع المثلث الثلاثه، ودي بقى دور الريجوليتور او جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك. والحقيقه هذا الجهاز ينمو وينشط وبيطلع كل يوم تشريعات جديده وضوابط جديده وانظمه جديده. هذه المنظومه ان لم تكتمل بقى عندي مشكله. طيب هو ايه اللي حصل في 2013؟ قبل 2013 الدنيا كانت مستقره. جينا في 2013 وحصلت اللخبطه اللي حصلت والكلام اللي كان بيقوله الضيف بتاع سيادتك استاذ حمدي وانقطاعات الكهرباء ولجوء الناس الى مولدات الكهرباء الصغيره وخلافه. ايوه. اللي حصل انه بقى في نوع من اللخبطه شويه في محطات توليد الكهرباء كانت موجوده. عنصر التشغيل كان موجود، الضوابط موجوده. ايه اللي حصل؟ حصل عجز في توريد المواد البتروليه اللي كانت بتشغل المحطات، وبالتالي ما بقاش عندي كهرباء توازي الحمل المطلوب. فبقينا نقول للناس طفوا النور سواء في المصانع او هنا او هنا عشان انا ما عنديش كهرباء كفايه اديها لك، لان ما كنتش قادر اجيب وقود علشان يشغل هذه المحطات. انا الكلام ده مهم ايضاحه حتى لا نبخس الفتره اللي قبل الاخوان حقها في انه الدنيا كانت مستقره قبليها. اللي حصل ايام الاخوان انه ما كانش فيه وقود عشان يجيبوه، علشان الاعتبارات مختلفه مش هخش فيها دلوقتي. تمام. وكنا شايفين البنزين ومحطات البنزين بتقفل ومفيش حد لاقي بنزين عشان يتحرك بعربيته، والسولار وتشغيل المحطات اللي بتشتغل بالسولار والمصانع وخلافه، والغاز الطبيعي، كل ده كان هناك لخبطه فيه وكان هناك ازمه. الحقيقه بعد ثوره 30 يونيو واستلام البلد في 3 يوليو من الرئيس المؤقت والمجموعة اللي معاه، بدأ الجميع يعمل مع الأطراف الصديقة لمصر وخاصة في بعض الدول العربية الصديقة. صحيح. إن إحنا نعمل خطة إسعافية علشان نجيب وقود. طيب إحنا هنفضل نعيش على مساعدة الأصدقاء؟ لا، بقى هناك ضرورة لتفعيل وتعظيم دور الطاقة المتجددة. صحيح. ومن هنا في 2014 الدولة طلعت تشريعات معينة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وده اللي نتج عنه مشروع بنبان الكبير اللي فيه حوالي 1465 ميجا وات طاقة شمسية شغالة النهارده في أسوان ومربوطة على الشبكة. أيوه. هذا التطور المهم خلينا نقول النقلة النوعية اللي أنا عايز أقول لحضرتك، إحنا كان عندنا 48 قطعة أرض طرحينها للاستثمار المباشر، تيجي الشركات تحط معداتها واشتري منها الكهرباء لمده 20 سنه بسعر مميز، عشان كده كان اسمها التعريفه المميزه بيت انت عارف، وده كان معمول بيه في كل العالم، ما كانش اختراع مصر. الفكره انه جالنا 185 كونسورتيوم عالمي ومحلي علشان يتنافسوا على ال 50 قطعه ارض. اذا كان هناك اقبال شديد، بمعنى ان مصر واعده في هذا المجال، وبالتالي المستثمرين سواء المحليين او العالميين بيسعوا للاستثمار فيها. طب ليه؟ لعده اعتبارات مهمه جدا. اول اعتبار ان مصر ربنا حباها بمصادر يعني متميزه جدا 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 من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وكده. اذا احنا كمصدر للطاقه الطبيعيه المتجدده احنا مصدر مهم على مستوى العالم. نمره اثنين، ان لدينا من الاراضي الغنيه بهذه خلينا اقول اللي صعب استثمارها يمكن في الزراعه وغيره، انما سهل استثمارها في توليد الطاقه. نعم. زي صحاري مختلفه وخلافه لدرجه الحراره فيها عاليه. نعم. وكده، لكن محطات الطاقه الشمسيه بتشتغل فيها كويس. صحيح. طيب الحاجه الاخيره المهمه كمان، ان انا عندي طلب مهم، لان انا مجتمع 105 مليون طلب الطاقه فيه بيتزايد باستمرار، وبالتالي عندي طلب داخلي وعندي ايضا امكانيه ربط بالشبكات اللي حواليا، يبقى اصدر جزء من الطاقه. ودي نظره المستثمرين لمصر النهارده،
هو ليه النهاردة احنا عمالين نمضي بروتوكولات تعاون وعمالين الدول المختلفة وصناديق الاستثمار المختلفة والمستثمرين والشركات الأجنبية العملاقة المهمة في مجال الطاقة المتجددة ومجال الهيدروجين الأخضر ليه بتسعى للسوق المصري؟ لأن السوق المصري هو منصة انطلاق يعني نقدر نجمل يا دكتور ان الحقيقه مصر في مجال الطاقه المتجدده خطت خطوات كبيره جدا جدا خلال الفتره الماضيه، وان شاء الله يمكن خلال فتره قليله جدا قادمه تكون في مصاف الدول المتقدمه بالذات في مجال الطاقه المتجدده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل بشاره خبير الطاقه المتجدده، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما سمعت كده حمدي، طبعا مصر في مجال الطاقه المتجدده يعني حدث ولا حرج زي ما بيقولوا يعني، وقد ايه يعول عليها كمان خلال الفتره القادمه. طيب عشان قدامنا دقائق معدوده بس حمدي نجمل بقى الموضوعات في المجالات كده بسرعه شديده، عندنا الصحه والاسكان والزراعه وموضوعات كتيره جدا يعني بسرعه شديده جدا. فضل. وحنمشي بسرعه. قطاع الصحه يعني احنا النهارده بنتكلم على اكتر من 2.5 مليون مواطن استفادوا من العمليات الجراحية الحرجة في المستشفيات العامة ومستشفيات الدولة. الناس دي كانت كلها قوائم الانتظار أو ما يسمى بقوائم الانتظار، كان بدايتها كانت بعدة مئات من الألوف يعني 2000-3200 ألف أو 150 ألف. النهاردة أنت بتتكلم على 2.5 مليون مواطن استفادوا من هذا الأمر. اللي استفادوا من قوائم الانتظار مين؟ كلهم الطبقات الفقيرة أهالينا يعني فيروس سي. احنا لغاية طول عمرنا بنتكلم على هؤلاء الذين يلقون ربهم لأنهم أصيبوا بمرض الأمراض الكبد وما كانوا يشتاقين علاج وإلى آخره. وأنا حتى لما قابلت الدكتور يعني رائد الكبد في مصر من حوالي أكثر من 25 سنة كان بيقول إن هم حوالي 10% من أبناء الشعب المصري أو 10-15% من أبناء الشعب المصري مرضى بفيروس سي. طب أنت النهاردة فيروس سي بفضل الله عز وجل مصر بتعلن أنها أصبحت بفضل الله خالية من هذا المرض، وأكثر من 2 أو 3 مليون مواطن شوفوا تماما وبشهادات دولية مش شهادات مصرية، والعالم كله شاهد بهذا. أصبحت التجربة المصرية رائدة للعالم كله، وملف وحملة 100 مليون وملف صحة التأمين الصحي وملف التأمين الصحي الشامل اللي على مدى فترات طويلة محدش بقى بصله أنت بدأت تهتم بيه وتعجل لأنك تنفذه في الدولة. ملف الإسكان، في ملف الإسكان أنت طول عمرنا بنتكلم على العشوائيات، وشفنا الصخور الصخرة اللي نزلت في المقطم وعملت ايه في الناس تحت والكلام ده كله، والدولة ما كانتش الدولة المصرية ما كانتش تقدر تخش في ملف العشوائيات لانه ملف مثقل. ولو ان بطلنا كلمة العشوائيات دي النهاردة خلاص بطلناها على المناطق الغير امنة غير الامنة باخد بال حضرتك. النهاردة احنا كنا بنتكلم قبل كده على هذه المناطق كنا مش يعني بنصرخ ومحدش كان بيعبرنا، لان انا بتكلم هنا بقى كاصحاف وكالام، لا كنا بنصرخ. صح. وعندنا عشاش الصفيح في بورسعيد وعندنا في كل حته في مصر كان وفي اسكندريه وكتير في كل حته في كل مكان يعني. النهارده انت كل هذه المناطق تطهرت من الحاجات دي، وانت عارف ان طبعا المناطق العشوائيه مش بس بتبقى مساكن عشوائيه دون حد دون مستوى الادميه، ولكنها بتترتب عليها سلوكيات اجتماعيه خطيره جدا، بل انها بتبقى بؤره مصدره للارهاب والبلطجه والى اخره. في ملف المناطق غير الامنه او ملف العشوائيات اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده عشوائيات، انت اكثر من حوالي 400 منطقه على مستوى الجمهوريه، وخاصه في مناطق القاهره والاسكندريه. انت شفنا شايفين قد ايه الناس دخلوا اسمرات واحد واسمرات اثنين واسمرات ثلاثه. طيب. وفي اسكندريه وفي البتاع ملف الزراعه ملف الطرق ماشي ملف الطرق انت بتتكلم على اكتر من 7000 كيلو متر طرق جديدة انعملت، بتتكلم على طريق القاهرة بنها الحر، بتتكلم على طرق اقليمية امتدت لغاية تقدر توصل لغاية دمياط وتوصل لغاية رفح واسوان انت بتتكلم على شبكة طرق. النهاردة الناس بتيجي تقول لك يعني كل حاجة طرق، كل حاجة طرق، لان الطريق هو شريان التنمية، الطريق شريان حياة زيه زي المية بالظبط. ما تجيش تقول لي ان انا اقدر اعمل تنمية واقدر اعمل مساكن واقدر اعمل مجتمعات عمرانية جديدة ومدن جديدة واستصلح ارض جديدة من غير طريق يمهد لي او يوصلني. طبعا ملف المواصلات حدث ولا حرج يعني. تعالى نتكلم على السكك الحديدية. انا راجل كنت من رواد السكك الحديدية على مدى فترة طويلة من حياتي. كنا درجة تانية ودرجة ثالثة، دي درجة ثالثة دي غير ادمية بالمرة ما تكلمينش عنها. تعالى نتكلم على درجة تانية، كانت شبابيك مكسرة، دورات مية غير ادمية، حياة حتى المكيفة كانت زي الزفت.
انت النهارده بتتكلم على لاول مره في مصر نسمع ان فيه عربيات درجه ثالثه سكه حديد مكيفه. يعني شيء اكبر من خيال الانسان على تصوره. انت كنت بتتكلم قبل كده على درجه ثانيه مكيفه كانت سيئه للغايه، وكان اللي بيطلع الصعيد ويركب قطارات الصعيد درجه ثانيه درجه اولى كان بيعاني معاناه شديده جدا، لانه النهارده انت بتتكلم على قطار سريع يطلقه يطل في خلال ساعتين ثلاثه بتاع كامل انه طياره، بتتكلم على خطوط سكه حديد هتوصل من القاهره الى لغايه تخش على العريش ومن العريش تخش لغايه طابة. يعني انت بتتكلم على حياه ثانيه خالص، بتتكلم على دوله ثانيه انت شغال فيها. السكه الحديديه حدث ولا حرج، انت عملت انت نقلتها نقله حضاريه رائعه جدا، والناس يعني اللي بيرتادوا السكك الحديديه اكيد حاسين بحجم التطور اللي حصل فيها. الحقيقه يا استاذ حمدي لو فتحنا الملفات مش هنقدر نخلص الملفات، يعني ملف الزراعه وملف الصناعه الزراعه وملف الاستثمار وملفات كتيره جدا جدا ان شاء الله نفتحها على مدار اليوم النهارده. الحقيقه يا استاذ حمدي سعيد طبعا بلقاء حضرتك. يا رب يخليك يا صاحبي. جلسنا الجلسه دي في 2013 واتكلمنا في الحاجات دي كتيره جدا، فطبعا بنعيد تاريخ يعني زي ما شكرا جزيلا. شرفتنا يا استاذ حمدي، شكرا جزيلا لحضرتك وسعيد بلقائك. شكرا كل سنه وانت طيب. الاستاذ حمدي حنظل مدير تحرير الجمهوريه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. فصل قصير بعد حوار جديد من حواراتنا في هذا الصباح مع زميلتي نجاة الجعفري بعد الفصل، ابقوا معنا.